السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا على خير وبخير يا ربي. جيت نشارك معكم دابا دوك المحبقات ديالي، غريسات اللي كاينين دخلتهم من الشمس وقلت انني نسقيهم غير من هنا. كندير لهم غير البخاخ هكا لحقتاش دابا مع الشمس، ما تيبغوش هما الشمس حاره تحقاش تيلواو. واخا هادو من الدرجيات ولكن واخا ما تيبغوش حاره بزاف. اليوم كاين الحراره، كاين الحراره نيت، الله يسمح لينا يا ربي. الله يسمح لينا من الناس المساكين اللي خدامين على برا، الناس صحاب اليد العامله، العمال، مستخدمين، الناس مساكين اللي ساكنين في البرارك، الناس اللي يالله يالله يا ربي سيخرج يقلب على قوت وليداتو كراش تاهو يريح في الدار ويلقى الامور تاهو ساهله، عنده كلشي ساهل. حنا دابا في ديورنا وفي الظل وعلى خير وبخير، وما جا الانسان تيدمر. كتلقى اوف 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 اوف، كاين اللي عنده لاكليم، كاين اللي ما عنده والو، كاين ديك القطره تاعت الماء بارد اللي هي بارده بغى يشربها ما كيلقاش، ما عندوش حتى الثلاجه مسكين باش تي هو يبرد واحد لميها ولا ولي لا. يلاه الله يصوب لينا ولكافه المسلمين اجمعين. حنا نتمنى كلشي جميع الناس يكونوا على خير وبخير. شوفوا هاد الشكل ديالها هي بدات كتكبر، شفتوا هادو يلاه تعطاو جداد، هادو حتى هما يلاه خرجوا جداد، انا كيبان لكم شفتوا هما يلاه خرجوا جداد. شوفوا الشكل ديال هادي حتى هي بحال شكل القليبات، شفتيهم هذا وهذا وهذا، سبحان الله. هادو حتى هما من هنايا ديما بلقيت خصني نجلس مع هاد الرسات. مازال وحدين اخرين لهيه، خصني نمشي لدارما نطلع ليهم. شوفو هاد الكريميسة هادي، شفتو لاخر هي باقا صغيورة. كما قلنا عرفتو البنات كلشي عمرت بالشوك، هاد الشوك اللي في شفتوه، الشوك ديال هاد الغريسات هادو كي بحال لا تشيتي وما كيبانش لك ولكن كيأثروا عليك. كيف ما قلنا نتمنى من الناس اللي عندهم الديور اللي عندهم لي فيلا اللي جاوا فواحد المنطقات اللي كتكون فواحد المناطق اللي كيكونوا فيها الناس خدامين داكشي، يخرجوا روبينيات ديال الماء من ديورهم وحطوا شي خابيه تحت الماء بالغريف ديالها، ولا غير روبينيات بوحدهم كل واحد علاش ما قد. راه ما نقولش لكم الصدقه اللي كتكون هذه ديال اللي الناس اللي مخرجين روبينيات على برا وكيجيو ناس اخرين يعمروا من هذاك الروبينيات، او لي دايز الراجلين، الناس مساكين اللي خدامين، لي دايز عطشان، المتسولين، فقراء. والله العظيم لعن خير كبير شي ديك الروبيني اللي كيكون خارج من شي دار، راه قدر بزاف الناس يبان لهم راه عادي، ولكن هو راه ماشي عادي، والله ما عادي. داك يكون عندهم واحد الاجر عند الله سبحانه وتعالى كبير. شي واحد كيكون شحفان ولا ما عندوش دابا شي شرا قرعه تحت الماء، جاي من الخدمه ديالو او غادي للخدمه ديالو، لنفترض كاع عنده قرعه تحت الماء هازه معاه في يديه، هذيك القرعه راه بطبيعه الحال تسخن، ماشي بحال اللي كنشميها بارده خارج، وخصوصا الا كان شي واحد عطشان نيت مسكين محتاج الماء ومحتاج سميتو ولقى شي المهم هادي فكره وصافي. الناس اللي عندهم ديور باستطاعتهم بامكانهم يخرجوا روبينيات من ديورهم
راه عنده راها جري صدقة جارية، ولو يموت كتبقى هذيك الصدقة تابعه إلى يوم الدين. الناس مساكن اللي كيكونوا دايزين، انا بعدا بصراحة مكتبش عليكم كيبقاو فيها. واخا نشوف انا شي واحد ماشي بالضبط يجي يدق عليا في الدار، شوف شي واحد داز. دابا انا كنشد القرعات كتار تنعمرهم دوك الصغار وكنديرهم في التلاجة، يبان ليا شي حد داز كنحط واحد ربعة ولا خمسة نخرجهم ليه. ايوا نتمنى من الله ان الله يتقبل منا هادي. شتيوها خاصها تنقى هاد الشوف هاد الربيع اللي تيكون زايد، اللي كيكون زايد في سميتو اللي عنده المحارق خاصو تحيدوه ما تخليوش، لان هادوك الطوفير هذاك الربيع كيكون فيه واحد الطوفيليات ما كيخلوش الغرس يكبر ولا بحال تيزاحموهم في داك المحبار ولا داك الطو، ما تيخليوش انهم يكبروا، ولهذا خصهم يتنقاو. كيف شفتوا انا ما تنخليش المحبق طراو فيه شي حاجه، كنقيه كنخلي حتى شي حاجه. هادو راه يلاه ناضوا، هادو راه يلاه ناضوا باقيين جداد شتو كان صغار. نوريكم الاخرين شفتوهم، شوفوا هادي، شوفوا هادي حتى هي هادي كتسمى المبرة. شوفوا هاد اللون الاخر، ها هو دابا ملي كندخلهم للدار، دابا حتى تنخرجهم حتى هاديك السبعة العشية ولا الثمانية حتى ضل طاح الظل عاد تنخرجهم، ما كنخليهمش هنايا. الطريقه اللي قلت لكم هي حتى واحد الكريميطه، هذه السودانيه، هذه راه في الحاره، هذه باقي ما نقلتهمش، ماشي ما بغيتش ننقلهم شي حاجه، خصني باقي عليهم باش ننقلهم. دابا دير عليهم واحد باش نقول لكم واحد نوع من الاسمده كنديرو، هو اللي دايره فيه هادو نيت كتشوفوه راه كحل. خديته من مرجان وراه كاين حتى في بريكومات هو كاين، هادو اللي ما نقلتهمش اكسبري خليتهم باش ننقلهم بالطريقه اللي خصهم يتنقلوا باش ما يموتوش ليا. قاش انا عزه ليا كنسول في مالي البيبينيا وداكشي، انا راه انا بجوج البلايص الا مشيت ليهم ما تنخرجش منهم. الناس اللي تيبيعوا السمك داك ديال التزيين ديال المنزل وهادو هما الاخرس، كنمشي عليكم كنحمق على وزل عليهم حتى البحر الا مشيت ليه بصعوبه باش كنجي منه. هادو هما ثلاثه الحوايج كيريحوا الانسان نفسانيا، يعني كيبغي سبحان الله. هذا الدرك تقدروا تقولوا هادي علاش دايره هاد الدركات هكا، الدرك بحكم المرض الا عرفتوا راه كان جا في المغرب تقريبا كامل، ماشي كامل ولكن بعض اغلبيه المناطق كان جا واحد المرض غريب. الدرك هذا بحال هاد الدرك هذا غريب، هذاك المرض ما عرفتش شنو السبب ديالو، حتى حد ما عرف من حد الان. انا بقيت كنسول واش كاين شي وحدين داروا بحث ديالهم على هاد الشيء ولا والو. وهادو شديتهم ودرتهم، ها هي وحده اخرى شفتو بلاتي، هي وحده اخرى بحالها. هادو صدقوا المهم كتجربه صدقوا، ما عرفتش علاش برا العروبيات وهادي تايره منها شفتو. هادو ثلاثه بحال زيد عليهم الرابعه راه فينا هي، بغيت نشدهم هادو وغادي نديهم للعربيه غادي نغرسهم فيها شوفوا واش غادي يصدقوا ولا لا. لحقاش في الحقيقه داك تحرمنا من الكرموس اللي تيقولوا لي الهنديه، تحرمنا منه، كنا كناكلو غير ديال واحد المنطقه جوبون ديال الصحراء كانوا كيجيبوه، هو اللي كنا كناكلو. شفتي هادو ملي كترشهم بداك البخاخ كيبقاو داك الندى اللي كيبقى فيهم فهو مفيد ليهم. نرجع للمساله ديال الدرك،
كم هادو زرعت شفتهم كانوا صغير ورين، وقلت غناخدهم نديرهم كتجربة نشوفهم واش غادي يصدقوا ولا لا. انا هوريكم حتى الاخرى هي فين هي، شفتوها هاد راه خليتهم. علاش خليتهم هنا في هادو ديال، خليتهم هادو ديال البلاستيك باش ما غاديش يبقاو هنا، غنديهم للعربيه وغادي نغرسهم فيها وغادي نشوف واش غادي يصدقوا ولا لا. هادشي اللي كاين، واش غادي، لان راكم عرفتوا داك المرض اللي كان خرج، كان الا مسيتي الدركه كيدوز معها بحال بحال فيها الدم ولا ما عرفت شنو. فهمت هذاك العجب، انا داك المرض ما فهمتوش، والله ما فهمته. وباء كان جا لهاد هاد الدرك هذا شي عامين هادي ولا 3 سنين تقريبا. حنا قليل ما كليناش الهنديه، كناكلوها جبنا ماشي من منطقه اخرى، ما كتكونش ديال 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 البلاد زعما. ايوا ما نطولش عليكم، نتمنى تكونوا نخليكم على خير وبخير يا ربي، واللي كيتمنى شي حاجه الله يسهل عليه، واللي رجع في شي حاجه وامنيتو في شي حاجه الله يكمل عليه بالخير، واللي تيقرا واللي يرزقهم النجاح والتيسير، واللي مرض يد الله يشافيه ويعافيه يا ربي. يا ربي تسهل علينا وتوب علينا وتغفر لنا ذنوبنا يا ربي، ما تقدم وما تاخر يا رحمن يا رحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.